في مبادرة لاقت استحسانا كبيرا، افتتحت الدكتورة سارة بن شقرون عيادة طب الأسنان خاصة بالأطفال الصغار، وذلك في شارع علال الفاسي بحي الولاية. أنا جيت عند طبيبة أسنان باش ما تبقاش يتحرق لي وجه مزيان. أنا عجبتني بزاف الفكرة ديال طب الأطفال الأسنان. صراحة بنيتها ديالي كتخاف بزاف من الطبيب ديال الأسنان، خصوصا ملي كتمشي معايا. دابا أنا جبتها لهنا لعند الطبيب ديال الأسنان ديال الأطفال باش تزول التخوف ديالي من الطب ديال الأسنان. وقد استقبلتنا الدكتورة سارة بن شقرون بصدر رحب داخل العيادة، والتي صممت بشكل متناسق وأنيق وبديكورات هادئة تشعر الأطفال بالارتياح. كما تم تخصيص العديد من الألعاب الترفيهية لجعل الصغار سعداء أثناء زيارتهم لطبيب الأسنان. بالنسبة للفكرة ديال العيادة ديال الأطفال، فكرة مزيانة ويمكن أول مرة كتطبق في تطوان. الناحيه ديال هادشي هذا ديال العيال كانت كتحرف لك قبل مع الاطباء، وهذا دابا كاينه واحد من ناحيه ديال تسع الخاطر، من ناحيه ديال الديكوراسيون، من ناحيه ديال الالعاب. انا مشيت عند الطبيبه تنعدل السنان ديالي تيرجعوا مزيان. وتعتبر فكره عياده طب الاسنان للاطفال هي الأولى من نوعها بمدينة تطوان، بحيث تم تجهيز العيادة بأحدث الآليات الطبية الخاصة بالأطفال، كما تم تزويدها بمواد ذات جودة عالية وغرفة خاصة لتعقيم المعدات الطبية لتوفير سبل الحماية للأطفال. alors طب أسنان الأطفال أو ما يعرف بلا دونتيستوري بيدياتريك بالفرنسية هو فرع ضمن طب علم طب الأسنان اللي كيهتم بالوقاية والعلاج ديال أسنان الأطفال. الحيز أو لا ترانش داج اللي كتجينا تقريبا هي من عام ونص عامين في الحالة ديال لي تروماتيزم، يعني الأطفال مع الأسف كاين اللي كيتعرضوا يعني لأن تروما كيطيحوا على سنينات وكيوقع يعني آفة على سنينات، كيجيونا من عام ونص عامين حتى تقريبا السن ديال 13-14 سنة. لان في التخصص ديالنا كنحاولوا قبل كل شيء نزولوا الفوبيا والتخوف ديال الاطفال من 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 الدونتيست، يعني حنا الكبار وراه كنخافوا، مي سورتو اننا يكون واحد الوقايه نجعلوا اصلا هاد السنينات لبنيه ما تسوسوش. سارة بن شقرون هي دكتورة متخصصة في طب الأسنان للأطفال وخريجة كلية طب الأسنان بالعاصمة الرباط، حاصلة على شهادة جامعية في طب أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان بمدينة الدار البيضاء. ونوصل ميساج لي بارون بأن خصهم من الأول يعني يحتاطوا مع الأطفال ديالهم، ينقصوا من السكريات، يكون عندهم اون بون هيجين دو في، اون بون هيجين دونتيغ، يعني يهتموا بالسنات ديالهم يحكوهم مزيان باش نتفاداو أصلا أنهم يكون تسوس في السنات ديال الحليب. لان طبعا واللي مع الاسف ما كيعرفوش الغالب هو ان السنينات ديال الحليب والسنينات اللي غادي يجيو من بعد يعني سنينات بيرمانونت عندهم علاقه وطيده.